ابن العم أولى من الخال بالنسبة للولاية على المرأة، ابن العم مقدم على الخال، إلا إذا حدث هناك التراضي. لو حدث هناك التراضي ليس هناك إشكال. وهناك ملحوظة، إذا الأقارب أعضلوا المرأة، ودي مسألة خطرة جدا، لها أن تنظر رجلا صالحا يكون وليا لها وتمضي زوجها. إذا الأقارب، يا بنت تجوز رجل تاجر مخدرات، بس رجل غني ومسر، أنا مش متجوزة. طب خلاص خليكي بقى واقفة جنبنا، ما أنتش متجوزة. البنت كبرت وأهلها واقفين قصادها. في هذه الحال هذه الفتاة لو اختارت رجلا صالحا يكون وليا لها ثم تزوجت لا ضير في ذلك إن شاء الله.